بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 69. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال بعض العلماء: المناسبة لهذه الآية مع ما قبلها من آيات الصيام أنه كما يجب على المسلم ترك المباحات في الصيام يصوم عن المباحات في الصيام، فإنه يجب عليه أن يصوم عن المحرمات دائما وأبدا، أن يصوم عن المحرمات دائما وأبدا، لأن الصيام صيام رمضان ينبه الإنسان إلى ترك ما حرم الله عليه، ويوقظه إلى أن يترك الحرام في كل وقت. ولا تأكلوا أموالكم، يعني أموال بعضكم، فأموال إخوانك أموال إخوانك أموال لك، لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، فمال أخيك المسلم مال لك، كما أن نفس أخيك المسلم نفس لك. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المسلمين كالنفس الواحدة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل غير الحق، فأموال المسلمين محترمة كدمائهم، أموال المسلمين كدمائهم محترمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا يعني مكة، فحرمة مال المسلم كحرمة دمه، فكما لا يجوز لك أن تقتله بغير حق، لا يجوز لك أن تأخذ ماله بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فالأموال شأنها عظيم، لأنها
بها منافع الناس، والله خلق هذه الأموال لمنافع الناس. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالناس لا يتوصلون إلى مصالحهم وحوائجهم إلا بالأموال، فهذه الأموال من نعم الله سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل غير الحق، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على مال مسلم ويأخذه بغير حق، سواء بالنهب والظلم أو بالسرقة أو بالغش والخيانة والخديعة، بأي وجه من الوجوه لا يأخذ مال أخيه بطريقة غير شرعية. فإن أخذه فإنه ظالم، ولهذا شرع الله الدفاع عن الأموال كما شرع الدفاع عن الأنفس. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه إياه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. فكما يدافع الإنسان عن نفسه وعن دمه، يدافع أيضا عن ماله، وإذا قتل فهو شهيد، مما يدل على حرمة أموال المسلمين. فلا يجوز أخذها بالباطل بغير حق، أخذها بالنهب، بالسلب، بالسرقة، بالخيانة، بالغش في المعاملات، الغش في البيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. لا يجوز أخذها إلا بحق، إما بطيبة من نفس صاحبها وتبرع منه وهدية أو تبرع أو صدقة، وإما بمبادلة بالبيع والشراء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فتبادل المال بالبيع والشراء هذا طيب، ولا تقوم مصالح الناس إلا بذلك، إلا أن تكون تجارة يعني بيع وشراء عن تراض منكم. لازم أن تكون التجارة عن تراضي، والبيع إنما يكون عن تراضي، ولذلك لا يصح بيع المكره بغير حق. وكذلك من أكل المال بالباطل، من أكل المال بالباطل المعاملات المحرمة كالمعاملات الربوية. معاملات الربوية من أكل المال بالباطل، بل هي أشد الباطل،
لأن الله توعد على الربا بوعيد شديد كما هو معلوم في آخر سورة البقرة، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن من أكل الربا ومن أعطاه الربا ودفعه إليه ومن وثقه بشهادة أو كتابة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك من أكل المال بالباطل أخذه بالميسر والقمار، والقمار المراد به المراهنات والمغالبات، المراهنات التي يجعل فيها المال لمن غلب، هذا هو الميسر، هذا هو الميسر المحرم، وهو القمار، وهو قرين الربا. وقرين الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الميسر هو المغالبات والمراهنات، أخذ الجوائز عليها، هذا هو الميسر، لأنه أخذ للمال بغير عوض وبغير مقابل، وإفساد للمال، وفيه غرر وجهالة. ولا يصح من المراهنات والمسابقات إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق. السبق هو الجائزة التي تؤخذ على المراهنة، هذا هو السبق، الجائزة التي تؤخذ على السباق. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ثلاثة أشياء: النصل وهو الرماية، التسابق في الرماية يجوز أخذ الجائزة عليه، لأن ذلك من وسائل الجهاد والتدرب على الجهاد، على آلات الجهاد. أو خف وهو المسابقة على الإبل، لأن الإبل من دواب الجهاد، يجوز أخذ الجائزة على المسابقة على الإبل، لأن ذلك من وسائل الجهاد، لأن الإبل من دواب الجهاد في سبيل الله. أو حافر وهو ركوب الخيل، المسابقة على الخيل، يجوز أخذ الجائزة على المسابقة على الخيل، فمن سبق تحل له الجائزة، لأن الخيل من دواب الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما بقية المسابقات فلا يؤخذ عليها جوائز، حرام. ميسر المسابقة على الأقدام مباحة، يباح للإنسان يسابق على الأقدام، لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم سابق على الأقدام، لكن لا يؤخذ عليه جائزة، لا يؤخذ جائزة على المسابقة على الأقدام. كذلك المصارعة بالأبدان، المصارعة بين اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم صارع، ولكن لا يؤخذ جائزة على المصارعة، إنما لأجل أن يعرف من هو القوي فقط. المباريات الرياضية
مباحة لكن لا يؤخذ عليها جوائز، لأنها ليست من وسائل الجهاد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حصر أخذ الجوائز للمسابقات على ثلاثة أشياء كما سمعتم في الحديث: المسابقة بالأسلحة، المسابقة بركوب الإبل، المسابقة بركوب الخيل. هذه الثلاث يجوز أخذ الجوائز عليها والتشجيع عليها، لأنها من التدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما بقية الرياضيات وبقية المباريات وبقية المصارعات والمسابقة على الأقدام، هذه مباحات ولكن لا يجوز أخذ العوض عليها، لأنه من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو من الباطل، يدخل في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك من أكل المال بالباطل بيع المواد المحرمة، بيع المواد والبضائع المحرمة، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع الخمر ولا يجوز بيع الدخان إنه حرام، ولا يجوز بيع القات إنه حرام، ولا يجوز بيع الصور، ولا يجوز بيع الصور المحرمة، ولا يجوز أخذ المال على أفعال محرمة كمهر البغي وحلوان الكاهن والساحر، لا يجوز هذا، لا يجوز أخذ المال في مقابل أعمال محرمة أو في مقابل أموال محرمة، في مقابل أشياء محرمة. ما هي المحرمات؟ ما هي بأموال، آلات اللهو، لا يجوز بيع آلات اللهو، بيع آلات المعازف والموسيقى لأنها آلات لهو محرمة يجب إتلافها. فلا يجوز بيع الأشياء المحرمة ولا يجوز أكل ثمنها، والواجب إتلافها. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني أذابوها، جعلوها دهون، جعلوها دهون، أذابوها، جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكما لا يجوز الاعتداء على أموال الناس بغير حق، ولا يجوز أن تبذل الأموال في مقابل أشياء محرمة أو في مقابل مسابقات غير المسابقات التي أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن بأخذ الجوائز عليها، ولا يجوز أخذ الأموال في مقابل أشياء محرمة وبيع سلع محرمة، كذلك لا يجوز للإنسان أن يتلاعب بماله وأن يضيعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، المال لا يجوز إضاعته، تبذيره والإسراف فيه في النفقة. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا يجوز الإسراف في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا،
وكان بين ذلك قواما. كما لا يجوز البخل لا يجوز الإسراف أيضا، وإنما الواجب الاعتدال والتوسط بين البخل وبين الإسراف في النفقة. أنفق على نفسك، أنفق على أولادك، أنفق على المحتاجين، ولكن بدون إسراف وبدون تبذير. والله جل وعلا يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما تقول: هذا مالي، أنا حر، أنا حر أتصرف فيه. نعم، هو مالك، هو مالك، وأنت حر في التصرف فيه، لكن بالضوابط الشرعية. تصرف لكن بتصرفات الشرعية، لا تتصرف بمالك تصرفات غير الشرعية، لا تضيع مالك. ولذلك يحجر على السفيه إذا كان إنسان يبذر ماله، إذا كان إنسان يبذر ماله ويضيعه في غير فائدة يجب الحجر عليه، يجب أن يمنع، أن يمنع من التصرف في ماله، لأن هذا المال محترم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء يعني الصغار التي جعل الله لكم قياما. ولذلك يحجر على الصغير، على اليتيم يحجر عليه، يقام ولي يتولى أمواله وينميها له، فإذا بلغ النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. فيحجر على الصغير ويحجر على السفيه ولو كان كبيرا، لأن هذه الأموال محترمة ولا يسلط عليها الصغار والسفهاء يبذرونها ويفسدونها. هذا مما يدلنا على احترام هذه الأموال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل هذه الأمور التي ذكرناها والتي لم نذكرها كلها تدخل في هذه اللفظة الكريمة، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم. ليس هو خاص بالأكل، بل جميع التصرفات، لكن ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، أغلب وجوه الانتفاع، وليس خاصا بالأكل، بل جميع التصرفات العبثية، تصرفات المحرمة كلها ممنوعة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال جل وعلا: وتدلوا بها إلى الحكام. هذا نهي آخر. تدلوا معطوف على قوله ولا تأكلوا، مجزوم بلا الناهية. تدلوا بها إلى الحكام يعني القضاة، وهذا يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يخاصم بباطل، أن يخاصم وهو مبطل يعلم أنه على غير حق فيخاصم عند القاضي من أجل أن يأخذ مال خصمه بغير حق. تدلو بها إلى الحكام، ترفع قضية على إنسان وأنت كذاب تريد أن تأخذ ماله بالزور، شهادات الزور، هذا لا يجوز، وحكم الحاكم لا يحل لك ذلك. حتى لو حكم الحاكم لك بمال أخيك
فإنه لا يجوز لك أخذه، لأن الحاكم بشر، الحاكم بشر يحكم على نحو ما يسمع ولا يعلم الغيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم أقضي على نحو ما أسمع، ربما يكون بعضكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. القاضي ما يعلم الغيب، بشر يحكم بموجب الشهادة، قد تكون الشهادة شهادة زور، أو يحكم باليمين على من أنكر، وقد يكون الحالف كذاب، القاضي لا يعلم هذا، القاضي يحكم بالظاهر، يحكم بالبينة، فإن لم يكن بينة يحكم باليمين، هذا الذي يظهر له. أما الحقائق فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وتعاد الخصومات يوم القيامة، انتهت الخصومة عند القاضي، تعاد الخصومات بين يدي الله يوم القيامة. فينصف الرب سبحانه وتعالى المظلومين من الظلمة، ينصف المظلومين من الظلمة. فلو إنك فلجت عند القاضي وأخذت المال، فإنه سيعاد يوم القيامة عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، تعاد الخصومة، فيقضي الرب جل وعلا للمظلوم على الظالم. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. حتى البهائم يجري الله جل وعلا العدل بينها يوم القيامة، فكيف ببني آدم؟ واجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا، عود من أراك، من شجر الأراك، فكيف بالأموال الكثيرة؟ كيف بالملايين؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق، من اغتصب شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فالذي يخاصم في الأراضي ويأخذ أراضي الناس بالباطل وبالخصومات الفاجرة يطوق هذه الأراضي يوم القيامة من سبع أراضين، عقوبة له وفضيحة له. فلا يظن الإنسان إن الأمور تنتهي من عند القاضي فقط، هناك أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، أي ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، يعني لا تخاصموا بالباطل. فيجب على من يريد أن يخاصم عند القضاة أن يتحرى الصدق وأن يصدق في دعواه، فإن كان كاذبا أو ليس عنده ما يثبت دعواه ف
فإنه لا يتقدم إلى القاضي، يسلم من الإثم ويسلم من الشر ويسلم من هذا الوعيد الشديد، لا يقدم على الخصومة إلا إذا كان محقا، إذا كان محقا صادقا، ولا يكذب ولا يزور الشهادات. الشهود اللي يشهدون عند القاضي وهم شهود زور يتحملون أيضا إثمهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها. أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصابه من التشديد على هذا الأمر. كان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، يعني من أكبر الكبائر، ألا وشهادة الزور، وكررها: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى إن الصحابة أشفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ليته سكت مما أصابه صلى الله عليه وسلم من شدة الإبلاغ وشدة البيان للناس، مما يدل على أن شاهد الزور جاء في الحديث الصحيح أنها لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. فلا يجوز للإنسان أن يشهد غير حق شهادة زور من أجل أن ينفع فلان أو علان، لا يشهد إلا بالحق، ما شهدنا إلا بما علمنا، لا تشهد إلا بما تعلم، الشيء الذي لا تعلم لا تشهد فيه، هذه شهادة زور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني تبغضون ناس، إذا صرتم تبغضون ناس حتى الكفار ما يجوز لكم تجورون في حقهم، تشهدون عليهم شهادة زور ولهم كفار، لا تشهد إلا بحق على مسلم وعلى كافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فشاهد الزور متعاون مع من يأكل أموال الناس بالباطل، وهو شريك لهم في الإثم، شريك لهم في الإثم والوعيد، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتدلو بها إلى الحكام. وكذلك ذكر العلماء في قوله تعالى: وتدلو بها إلى الحكام، أن هذا يدخل فيه الرشوة، يدخل فيه الرشوة، وهي أن يدفع للحاكم شيئا من المال من أجل أن يحكم له بحق أخيه، هذه هي الرشوة، هذا هو السحت. واليهود أكالون للسحت، أكالون للرشوة، الرشوة من شأن اليهود. لا يجوز للمسلم أنه يرشي،
لعن صلى الله عليه وسلم الراشية ولعن المرتشية ولعن الرائشة وهو الذي يسعى بينهم. الرشوة سحت، وهي ما يدفع للقاضي أو يدفع للموظف أو يدفع للمدير أو للمسؤول من أجل أن يقدمك على غيرك، من أجل أن ينجز معاملاتك ويوخر معاملات الناس، من أجل أن يوظفك ويحرم المستحقين. كل ما يدفع للموظفين والمديرين والقضاة والحكام من أجل أن ينجزوا أعمالك وينجزوا معاملاتك دون الآخرين، هذه هي الرشوة المحرمة، هي الرشوة المحرمة. والرشوة سحت، والرشوة تفسد المجتمعات، الرشوة تفسد المسؤولين، تفسد المسؤولين. الرشوة تنزع الحقوق من أصحابها وتعطيها لغير أصحابها، الرشوة تفسد المجتمع. ما فشت الرشوة في مجتمع إلا فسد، ولهذا قال وتدلوا بها إلى الحكام، هذا يدخل فيه الرشوة، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، تأخذوها بغير حق وأنتم تعلمون أنكم لستم على حق، تعلمون أنكم كاذبون، تعلمون أنكم معتدون ظالمون، تعلمون هذا. ولا شك أن الذي يعلم أشد من الذي لا يعلم، الذي يقع في الجريمة وهو يعلم أنها جريمة أشد من الذي يقع فيها وهو لا يعلم. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، يعني بغير حق، وأنتم تعلمون، هذا أشد، نسأل الله العافية. فالأموال يا إخوان محترمة، ما يجوز لك تأخذ شيء منها إلا بحق، إلا بطيبة من نفس صاحبها، إلا ببيع وشراء عن تراضي، إلا بحق عليه لك، أما غير ذلك فلا يجوز إلا بإذن صاحبها. كما أيضا أنه لا يجوز، كما ذكرنا، لا يجوز إضاعة الأموال بالإسراف والتبذير وإضاعتها في المحرمات، إضاعتها في الفسق والفجور. بعض الناس يكون غني، يكون غني وعنده أموال فيستعملها في المحرمات، يستعملها في الخمور، يستعملها في الفساد، يسافر للبلاد الكافرة، البلاد المجون، وينفق الأموال، ينفق الأموال في بلاد الكفر، ينفقها في الفساد، في الفجور، في الزنا، في الخمور، في غير ذلك، ويقول هذه أموالي. لا، ما هي بأموالك، هذا مال الله سبحانه وتعالى، هذا مال الله أعطاك إياه للابتلاء والامتحان، هل تحسن أو لا تحسن. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، هذا محل الشاهد، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. كلنا سنسأل عن هذه الأمور يوم القيامة. هي بالمسألة إن شهوات دنيا ورغبات دنيا ورغبات بطون وفروج وتروح وتنقضي، لا، أنت مسؤول عن هذا المال درهما درهما، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، أعد الجواب يوم القيامة. فلنتق الله في أموالنا، ولنصرفها فيما يعيننا على طاعة الله
نصرفها في مرضات الله، نصرفها في المباحات التي أباحها الله لنا من غير إسراف. حتى المباح لا يجوز لك الإسراف فيه، لا يجوز الإسراف في المباحات، فكيف بالمحرمات؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز جعل الجوائز في مسابقات حفظ القرآن الكريم؟ نعم، مسابقات على حفظ القرآن الكريم لا بأس بها، لأنها من الجهاد في سبيل الله، مسائل العلمية الشرعية الفقهية، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، يجوز أخذ الجوائز عليها، لأن ذلك لاحق بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين شهادة الزور ويمين الغموس، وهل الإثم فيهما واحد، وأيهما أعظم؟ كل واحد عليه وعيد، شهادة الزور عليها وعيد، واليمين الغموس عليها وعيد. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمدا الكذب، يحلف وهو متعمد للكذب، هذه الغموس، سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نعم. يقول السائل: هل يشترط في الاعتكاف تخصيص مكان بالمسجد، حيث أنه لا يتيسر ذلك في المسجد الحرام؟ ما يشترط أنه يخصص مكان، المسجد الحرام كله محل للاعتكاف، تجلس هنا أول النهار، تجلس هناك، حسب ما يتيسر لك، لأن المسجد كله الحمد لله كله أرضية المسجد. نعم. أحسن الله إليك سماحة الشيخ، كثرت الأسئلة مرة أخرى عن تكرار العمرة في السفر الواحد، سواء عن نفسه أو عن قريبه أو عن أحد من أموات المسلمين، ومن أين يحرم من أراد ذلك؟ هل يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه أو يخرج إلى التنعيم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قلنا لكم في عدة أجوبة أنه لا بأس بتكرار العمرة في سفر واحد، لا بأس، لكن الأفضل والأحسن أن يبقى في المسجد الحرام ولا يكرر العمرة. الصلاة عن 100,000 صلاة، طواف بالبيت، تلاوة القرآن، الاعتكاف في المسجد الحرام، كل هذه أفضل، كل واحد من هذه الأمور أفضل من تكرار العمرة. وإلا العمرة جائز تكرارها لا بأس، والإحرام بها لمن كان داخل مكة، الإحرام بها من الحل، الحدود الحرم، إما من عرفة أو من الجعرانة أو من التنعيم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص التنعيم لعائشة لأنه أقرب حدود الحرم إلى مكة. وإلا يجوز الإحرام بالعمرة من جميع نواحي الحل. نعم. ولا يذهب إلى الميقات، لا لا يذهب إلى الميقات، يطلع إلى الحل خارج الأميال ويحرم. نعم. أحسن الله إليكم، رجل لبس المخيط ناسيا قبل الطواف والسعي للعمرة، فما حكمه وماذا يفعل لإتمام العمرة؟ رجل لبس المخيط ناسيا قبل الطواف والسعي للعمرة، فما حكمه وماذا يفعل لإتمام العمرة؟ إذا نسي المحرم وغطى راسه أو لبس المخيط أو تطيب، إذا فعل ذلك ناسيا فلا حرج عليه، لكن عليه أنه يخلع المخيط ويعيد ملابس الإحرام عليه، ولا شيء عليه.
نعم، لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. يقول السائل: ما علامات قبول الصيام رمضان، وهل الرائحة التي تخرج من الفم من علامات قبول الصيام؟ أفيدونا حفظكم الله. قبول الصيام الله أعلم به، نحن لا نعلم قبول الصيام ولا أحد يعلم، هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن على الإنسان أنه يخلص عمله لله ويتقن عبادته، وأما القبول فهو عند الله سبحانه وتعالى. نعم. والرائحة التي تخرج من فم الصائم هي الخلوف، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، لأن سببها الصيام، فهي أثر من آثار الطاعة. نعم. يقول السائل: أنا ساكن في مدينة لندن، وهناك يوجد مسجد كبير، وكثير من الناس الجدد بالالتزام يصلون هناك، وللمسجد إمامان، واحد منهما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل مكان ويسمع كل شيء، والثاني لا يعتقد هذا، فهل يجوز الصلاة في ذلك المسجد حتى أدعو الناس إلى الحق؟ مسجد وين هو فيه؟ مسجد فيه إمامان. لا، وين هو فيه المسجد؟ في لندن. لندن. اي نعم. الإمام اللي يعتقد أن الرسول في كل مكان وأنه هذا لا يجوز الصلاة خلفه. صل خلف الإمام المعتدل، الإمام المعتدل الذي ينهج منهج السنة، منهج الحق. أما هذا الخرافي هذا لا تصلي خلفه، لأن هذا من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم قد مات ودفن عليه الصلاة والسلام في قبره، ما هو في كل مكان. هذا من كلام الخرافيين والغلاة الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة صالحة ولي ولد له من العمر 20 سنة. نعم. ولها ولد له من العمر 20 سنة. نعم. وهو يستعمل دواء لمرض ألم به لمدة 10 سنوات، فأقنعته بأن الدواء لم يفيده وأنه مسحور كما قال بعض المشايخ، فرفض ترك الدواء، ولكنني أقنعته بتركه وأنه لا يفيده فتركه، ثم مات بعد مدة يسيرة. هل يلحقني إثم؟ وماذا علي لأني خائفة من الإثم؟ أخطأت في هذا التصرف، منعته من الدواء، والدواء بأمر طبيب، والأطباء هم المرجع في مسألة علاج المرضى، وهم أعرف بالأدوية المناسبة، فأنت أخطأت في منعه من الدواء. فإذا كان موته بسبب ترك الدواء فإنه عليك الكفارة، لأنك تسببت في موته، فيكون عليك كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. الأول العتق، لكن العتق غير موجود، فتصومين شهرين متتابعين 60 يوما، والله يعينك. نعم. أما إذا كان موته بغير ترك الدواء فليس عليك شيء، لكن إذا كان موته بسبب تركه للدواء فأنت المتسببة، يكون عليك كفارة. نعم. يقول السائل: حرمتي توضأت من أبيار علي ولم تغتسل، هل العمرة جائزة؟ أفادكم الله. الاغتسال سنة، وليس الاغتسال عند الإحرام سنة، ليس بواجب، وإحرامها صحيح إن شاء الله، وعمرتها صحيحة، لأنها تركت سنة ولم تترك واجبا. نعم. يقول السائل: عمال المسجد يرمون الأحذية خارج المسجد فتختلط ببعضها البعض، فيأخذ كلا منا غير حذاءه، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز،
لا يجوز أنك تأخذ غير حذائك، إن وجدت حذائك خذه، وإذا لم تجده يخلف الله عليك، اشتر غيره. ونوصيك بأنك تعتني بحفظ حذائك، تأخذه معك، تجعله أمامك أو في مكان معروف حتى لا يضيع عليك، تجعله في كيس مثلا، تجعله في كيس وتحمله معك، تجعله أمامك أو تحت عمود أو في مكان معين. نعم. يقول السائل: كيف تكون صيغة التهليل فوق الصفا والمروة بشيء من التفصيل؟ بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد السعي خرج من باب الصفا وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، ثم صعد الصفا عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى الكعبة، لأن الكعبة في ذاك الوقت كانت ترى من فوق الصفا لأن ما فيه بنيان استرها، حتى رأى الكعبة ثم استقبلها ورفع يديه ودعا وهلل وكبر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ودعا صلى الله عليه وسلم على الصفا رافعا يديه. فيدعو المسلم بما تيسر، إذا كان ما يحفظ دعاء مخصوص يدعو بما تيسر. وأما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكرر هذا 3 مرات، فهذا كل يعرفه ولله الحمد، ويضيف إليه ما تيسر من الدعاء، ثم ينزل إلى المروة. فإذا وصل المروة صعد عليها وتوجه إلى الكعبة واستقبلها وقال مثل ما قاله على الصفا. نعم. يقول السائل: وهل يشرع الوضوء بزمزم بعد صلاة ركعتا الطواف؟ هذا غير صحيح، أو بلازم الوضوء بزمزم، يبقى على وضوئه الذي طاف به، يبقى على وضوئه الذي طاف به وصلى فيه ركعتي الطواف يكفي، لا حاجة أنه يتوضأ مرة ثانية. وليست زمزم محل للوضوء، زمزم محل للسقيا للشراب فقط، ليست محلا للوضوء. محلات الوضوء معروفة، محلات الوضوء دورات المياه، ما هو يتوضأ الإنسان من زمزم، يتوضأ بدورات المياه المعينة. نعم. يقول السائل: أنا تاجر جملة في ملابس الأطفال، وأغلب تلك الملابس تكون فيها صور ذوات الأرواح، وأحاول اختيار غيرها ولكن دون جدوى، فالصور منتشرة بشكل كبير، فما حكم هذه التجارة؟ وهل من الأفضل تغيير هذه الحرفة؟ السلع كثيرة ولله الحمد، مو كل السلع فيها صور. إذا كانت الملابس على ما ذكرت كثير منها فيها صور، اشتغل بغير الملابس، اشتغل بغير الملابس، في الأواني، في غيرها من السلع الأخرى. السلع كثيرة ولله الحمد، والملابس اللي ليس عليها صور أيضا موجودة، فاعتني بشراء الملابس التي ليس فيها صور أو البضائع الأخرى غير الملابس. نعم. يقول السائل: أصبت إنسانا خطأ فخفت وهربت ولكني أصبت إنسان أظن بحادث أصبت إنسانا خطأ فخفت وهربت ولكني ندمت فرجعت لمكانه أبحث عنه فلم أجده وسألت فلم أجده ولا أعرف الإصابة كبيرة أم صغيرة أم توفي فماذا علي وكيف تبرأ ذمتي؟ تراجع المرور، تراجع شرطة المرور الذين باشروا الحادث وتسألهم عن الحادث اللي حصل في يوم كذا وكذا، وعندهم المعلومات، شرطة المرور عندهم المعلومات. نعم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وما حكم مشاهدات مباريات كرة القدم؟
أما مشاهدة المسلسلات والأفلام لا خير فيها، لا تضيع وقتك فيها، وربما يكون فيها أشياء منكرة، يكون فيها نساء متبرجات ومتزينات، ويكون فيها كلام هزلي لا خير فيه، أو كلام محرم. المهم أن هذه المسلسلات لا خير فيها ولا مصلحة لك فيها، أقل ما فيها أنها تضيع عليك الوقت بدون فائدة. وكذلك المباريات ماذا تستفيد منها؟ تضيع وقتك فيها وهي ما فيها فائدة. فالأحسن أنك تحفظ وقتك فيما فيه فائدة لك، وإذا كان بالليل تنام أريح لك، لأجل تقوم للتهجد آخر الليل وتقوم لصلاة الفجر. أما أنك تسهر على مسلسلات أو على مباريات فهذا ضرر عليك، وربما يفوت عليك الخير، يفوت عليك القيام آخر الليل، قيام لصلاة الفجر. نعم. يقول السائل: هل طواف الوداع في العمرة واجب؟ ليس واجبا، الطواف الوداع واجب في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج بطواف الوداع ومنعهم من السفر حتى يطوفوا للوداع. أما العمرة فلم يذكر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين بطواف الوداع. نعم. يقول السائل: بالنسبة لصلة الرحم والقطيعة، معلوم أمرها في الإسلام، ولكن عندي بعض أقاربي وهم ذوي رحم لي، وعندهم بعض المنكرات كالدش والصور المعلقة والاختلاط الغير مشروع، فهل يجوز للذهاب إلى هناك علما بأني لا أستطيع الإنكار عليهم؟ أفتونا مأجورين. يجب عليك مناصحتهم، يجب عليك مناصحتهم وموعظتهم، فإذا كنت تزورهم من أجل نصيحتهم ومن أجل موعظتهم فهذا عمل طيب وتؤجر عليه. أما إذا كانوا لا يقبلون النصيحة ولا يتركون المنكرات فلا تذهب إليهم، ويكون الخطأ عليهم هم وأنت تركتهم بحق، لأن هذا من الابتعاد عن المنكر وعن أهله. فإن تابوا وتركوا المنكرات فحقهم واجب عليك، وإذا لم يتركوا المنكرات سقط حقهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أوقع عن زميلي في العمل؟ لا يجوز هذا، هذا كذب، لا يجوز توقع عن زميلك في العمل، لأن هذا من الكذب. لكن لو حضر وقال لك: وقع، أنا ما أحسن التوقيع وأنا ما أستطيع أوقع، وهو حاضر وقعت عنه، شيء صحيح لا مانع. أما أنك توقع عنه وهو غايب بصفة أنه حاضر وهو غير حاضر هذا كذب ولا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. سماحة الشيخ، هذا صاحب السؤال قال: قد ذهب للمرور ولم يجد لديهم خبر، فماذا عليه؟ والله إذا كان أنه ذهب إلى المرور ولا وجد خبر عن هذا الحادث، هذا ما هذا منتهى وسعه، ماذا يعمل؟ عليه بالتوبة إلى الله والتحري، التحري عن هذا الحادث، لأنه ربما يتبين شيء فيما بعد، عليه أنه يتحرى، فإن وجد شيء وإلا ما يستطيع أكثر من هذا. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يهجر أخاه إذا كان تاركا للصلاة وعنده بعض المعاصي كالتدخين واستماع الأغاني وقد نصح له مرارا؟ أرشدونا بارك الله فيكم. إذا كان تاركا للصلاة فإنه لا يجوز محبته ولا يجوز مجالسته، لأنه كافر. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم
أو عشيرته. الذي يترك الصلاة متعمدا كافر، يجب مقاطعته ويجب الابتعاد عنه حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولو كان أخا لك أو أبا لك أو قريبا لك، لأنه عدو لله. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم. تقول السائل: هل عدم البكاء في الصلاة دليل على قسوة القلب مع أني أتدبر في الآيات؟ ليس دليلا على قسوة القلب، عدم البكاء ليس دليلا على قسوة القلب، فالإنسان يتدبر القرآن ويحاول حضور قلبه ولو لم يبكي. نعم. يقول السائل: ما حكم الطفل المرضع الذي شرب حليب امرأة أجنبية رضعة واحدة فقط أو رضعتين، هل تكون أمه بالرضاعة، وما هو الذي ورد بذلك؟ نعم، إذا شرب الحليب من إناء أو من فنجان أو من رضاعة حليب امرأة، فإنها تكون أما له إذا جرع منه 5 مصات من الحليب، 5 مصات، فإنه يكون ابنا لهذه المرأة، ويكون محارم المرأة محارم له، قوله صلى الله عليه وسلم: أحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.